لكن الحمد لله كانت برضك الركاب التجارب ركاب الصعيد، وكانت النسبة عندنا توصل لخمسين ستين. طب أستاذ مصطفى، هيتم زيادة يعني القطارات في فترة زمنية قد إيه؟ بمشيئة الله خلال يمكن ممكن نقول في خلال الأسبوع، القطارات لو استمرت ومفيش أي مشاكل حصلت عندي هنبدأ نزود الطاقة بتاعتنا أكثر من ذلك، لأنه مسير حركة القطارات على الخطوط بتحمي نفسها بنفسها. نعم. متى من المنتظر أن تعود حركة القطارات بكامل رحلتها؟ وأيضا حالة هذه القطارات، حالة السكك الحديدية المزدأنات وغيرها من المشاكل اللي بتبقى الخطأ فيها بيسبب كوارث وبيسبب يعني أعداد ضحايا بالعشرات. والله إحنا من ناحية كثافة التشغيل في الصيانة، فالصيانة إحنا شغالين فيها كويس. بالنسبة برضك للمزدأنات، المزدأنات في التوعية كاملة لجميع غفراء المنافذ وصيانة الإشارات وصيانة السكة، الكل في موقعه شغال. أما لما بتحصل شيء عارض فقدر الله ما شاء فعل. لا بس هقول لحضرتك على حاجه يا استاذ مصطفى، هو مش شيء عارض، يعني لما بيبقى فيه خطا موجود، يعني لما بيبقى مزلقان مفتوح في الوقت اللي المفروض القطر يعدي فيه، ده مش خطا عارض، ده خطا جوهري. انا عايز اقول لسعادتك كلمه بسيطه صغيره كده. انا كم المزلقانات على خطوط السكه الحديد هي كثيره جدا، لان كثر المزلقانات يؤثر تاثير سلبي على حركه مسير القطارات. نعم. انا بلد عندي كم مزلقانات رهيبه. هل المزلقانات دي بعضها بيكون عشوائي؟ يعني جسم بيقول ان الاهالي احيانا بيعملوا مزلقانات زي فتحات كده، دي عشوائيه ومعابر غير قانونيه، ده كتير قوي، ده كتير قوي. طب يعني فين تعامل الدوله يا استاذ مصطفى؟ ما المشكله هنا ان في بيوت بجوار خطوط هيئه السكه الحديد، ودي خطر. فالبيوت دي الناس اللي فيها مع الطبيعه معاهم، فبيروحوا عاملين معبر عشان يمر على السكه الحديد، ودي من الاخطاء الشائعه، ودي قديمه جدا، ومش عارف يعني الامور لازم تتحل بنفق كوبري، ولكن ليس الحل في ان كثره المزلقانات على خطوط السكه الحديد. نعم. لزياده كفاءه مسير القطار. اذا هنا التعامل مع هذه المشكله ليس فقط موضوع توعيه للعاملين في المزلقانات، بس موضوع المفروض يكون في تدخل للدوله بمشاريع عملاقه لتجنب كل هذه يعني الحوادث اللي بتحصل بشكل متكرر للاسف. ده الصح وده الاصول وده اللي بيتعامل عليه جميع الدول المتقدمه. نعم. شكرا جزيلا استاذ مصطفى مهران، مدير محطه رمسيس. باذن الله القطارات تصل بامان اليوم وكل يوم، يعني ما بقاش بس النهارده. برجع لحضرتك استاذ خير، يعني زي ما شفنا استاذ مصطفى، يعني يمكن اكد على كلام حضرتك في مساله المزلقانات مساله، لكن فعلا في دور على الدوله هنا ان هي تعمل انفاق، تعمل كباري، تعمل حاجات بديله. هل ده ممكن في ظل الاعداد الهائله للمزلقانات العشوائيه اللي حضرتك تحدثت عنها؟ صعب جدا، التكلفه تبقى عاليه جدا. هو كان في دراسه داخل وزاره المال انه السكه الحديد الحاليه تخدم اللي هو الزحف العمراني والمحافظات اللي هي على طول خط السكه الحديد، ونبدا فورا في انشاء خط سكه حديد جديد، لان مصر مش قليله، مصر هي اول ثاني دوله في العالم عملت سكه حديد. العالم دلوقتي السعوديه، المغرب. سؤال حضرتك بتتحدث عن مزلقانات كتير وعشوائيه، ده موجود في على خط الوجه الابلي بس ولا عموما في السكه الحديد؟ لان الوجه الابلي في مشكله الحقيقه، انه المسافات متراميه ما بين المحافظات وبعضها، انه في تقريبا نوعين من الخطوط، واحد محافظات واحد مراكز، يعني وحتى المراكز اللي هو المفترض ان هو بيتوقف في محطات اكتر، برضه المراكز بعيده عن بعضها، لانه تقريبا بيتوقف في مركز او اثنين في كل محافظه من محافظات الوجه الابلي. ده هو على حسب تجربه السكه الحديد. انت عندك يعني السكه الحديد خواجه اللي فيه 34 رحله من القاهره لحد السد العالي، كل قطر او كل مجموعه قطر ليه نظام توقف معين، يعني في قطر بياخدها مراكز من القاهره لحد اسيوط، وبعد كده في قطر بياخدها محافظات، يعني على حسب كل تخدمه في السكه الحديد القطر بيخدم مجموعه محافظات. ده انا بتكلم فيه ان هو في يعني طبيعه الجغرافيه للمكان بتحتم طبيعه فنيه لتوقف القطارات. ازاي بقى الاهالي بيعملوا مزلقانات في الاماكن دي؟ ده معروف ان هو عامل زي الطريق السريع هاي واي بالنسبه للعربيات، يعني صعب جدا القطر يقف، يعني هل فعلا بيحصل ده انه يبقى في مزلقانات عشوائيه او معابر؟ هو المعبر العشوائي في السكه الحديد داخل القرى وداخل المدن بيتبني سور، فالناس عشان ما تلفش المشوار حوالي كيلو فبتروح كسر السور، عامله فتحات.
انت لما تيجي تبص بتلاقي ما بين كل مزلقان والتاني حوالي 2 كيلو. وده رقم برضو يعني 2 كيلو ده رقم كبير جدا جدا ان كل 2 كيلو في مزلقان ده في مجهود وحمل على الدوله عالي جدا. علشان كده هو ما فيهاش حل مهما عملت انفاق مهما عملت كباري. حضرتك في الشارع بتشوف فيه سلم بتختار تقطع الطريق والسلم بينه وبين حضرتك حوالي 10 امتار يعني. طب يبقى التعامل يكون ازاي؟ يعني حل المشكله يكون ازاي؟ حل المشكله على المستوى المدى الحالي التوعيه، رفع كفاءة المزلقانات الموجودة، التعاون مع المحافظة الشرعية ولا غير الشرعية؟ الشرعية، أما الغير شرعية ففي قرار طلع من مجلس الوزراء من حوالي أسبوع أو 10 أيام إن المحافظ يتعاون مع هيئة السكة الحديد في كافة أعمال صيانة قضبان الهيئة، بمعنى إنه لو في مزلقان غير شرعي المحافظ أو الوحدة المحلية تقفله. لو في كوبري عاوز يتعمل المحافظة تحدد مكانه. طب خلينا واقعيين برضه نبص للمواطن البسيط. يعني حضرتك ذكرت انه في مسافه ما بين مزلقان ومزلقان 2 كيلو. طب انا كمواطن عايز اعدي للناحيه الثانيه هعمل ايه؟ امشي 2 كيلو؟ ولا يبقى في بقى كباري وفي انفاق؟ ما هو برضه مشكله يعني، عشان برضه نعمل حساب المواطن اللي هو المستفيد من ده ومستفيد من ده او متضرر من ده ومتضرر من ده. ان الزحف العبراني والقرى زحفت في اماكن ما كانتش اصلا موجوده، ما كانش مخطط ليها. طيب ما في مفروض تطوير بشكل مستمر. عندك خط سكه حديد معمول على الطريق الزراعي على اللي هي المساحه اللي هي 7% من مساحه مصر الاراضي الزراعيه. فالناس كلها بدات انت عارف حضرتك الغزو العشوائي للمباني وكله، فكله بنى والتعدي على الاراضي الزراعيه كله، فكل الاراضي الزراعيه بقت كانتونات سكانيه يعني، فكل واحد ساكن في الحته دي مش عاوز يمشي مشوار ثاني فعاوز يقطع السكه الحديد. فانت هنا قدام مشكله يعني الدوله اترخت فيها بسبب ظروف الثلاث سنين اللي فاتوا، الزحف العمراني، كل حاجه متراكمه. فانت دلوقتي لكن هل في استراتيجيه واضحه للتعامل مع ملف السكك الحديديه؟ ما نبقاش بس بنحل مشاكل يوميه، مشاكل بشكل عارض او غيرها، يبقى في استراتيجيه واضحه ومتكامله لاعاده هيكله السكك الحديديه، مش بس بنتكلم عن اصلاح ما هو قائم او اعطال او غيرها. القرار موجود، الدراسات موجوده، يعني دراسات بتاعت السكه الحديد في مصر، يعني الاسبان عملوا دراسات واليابانيين عملوا دراسات والايطاليين عملوا دراسات حوالين السكه الحديد المصريه يعني. من اول خط السكه الحديد الخط السريع اللي هو 300 كيلو في الساعه من اسكندريه لحد اسوان في زمن حوالي 4 ساعات وربع او 4 ساعات، مرورا ب يعني عاوز اقول لحضرتك ان اول دراسات اتعملت سنه 99 وكانت التكلفه ما تجيش حوالي 4 مليار جنيه يعني. بعد كده المشروع يعني اتحط في الادراج. ففكره ان الدراسات موجوده، الدراسات موجوده والتكلفه موجوده والمسارات موجوده وكل حاجه موجوده، لكن الدوله هنا فين القرار؟ عندك القوانين المصريه معطله لاي فكره انك تستعين براس المال يعني المشاركه من القطاع العام الخاص انه يخش، لان عندك القوانين بتمنع ده والدوله تخش ومش عارف التكلفه هتبقى عاليه. فالدوله لا قادره تنفذ وقوانينها معوقه للتنفيذ، فانت لازم تعملي نصف لعمليه التشريع لو فعلا مصر عاوزه تنهض في كل المجالات مش في سكه حديد بس او في النيل بس. لازم يعني ترسانه التشريعات اللي هي ستينات وسبعينات وثمانينات المعرقله لان دي نتيجتها يعني النتيجه اللي احنا فيها دي واحده من نتائج. انا عاوز اقول لحضرتك مثال بسيط جدا جدا، السعوديه بتقوم الان باضخم عمليه اضخم مترو انفاق في المنطقه كلها، 27 حفار بتعمل بيه خط الانفاق بتاعتها في ثلاث محافظات. احنا عندنا حفار شغال يا عين يتيم في الخط الثالث المترو الانفاق وحفار ثاني يعني. مصر اللي شغاله في المترو ليها اكثر من 30 سنه، عندها 25 سنه شغاله بحفارين. السعوديه داخله المشروع بتاعها ب 27 في تمويل، في تمويل برضه، في تمويل وفي شركات. الشركات هناك على فكره السعوديه هناك مش دوله بتمول بمعنى انها تمول، لا الشركات داخله شركات بنظام مثلا بي او تي او نظام بي او تي او مشاركه او اكتتاب. نفس الحكايه الامارات، نفس الحكايه قطر، نفس حتى خطوط المترو القائمه يعني لا تخلو من المشاكل. يعني خطوط المترو دي المفروض ان هي حديثه نسبيا لما نتكلم عن القطارات اللي عمرها عشرات ومئات السنين. لما بنيجي نتكلم عن المترو، المترو حديث برضو لم يبعد عن هذه المشكلات، وكان مؤخرا الحادث الاليم بتاع الفتاه اللي تم دهسها تحت خط المترو. المترو مصمم ان هو اولا ده خدمه سريعه. المفترض انك انت في مشروع اسمه 12 خط مترو. احنا الخطين والخط الثالث شغالين فيه، طاقه المترو المفترض 750 الف. الخط الاولاني 2 مليون راكب.
في دبي الكباسيتي زادت عنه بس كده بحاجه بسيطه جدا جدا جدا. المترو حتى المواصلات موجود والمترو هناك زحم الذروه مش اشتغلش. احنا الحمد لله يعني عندنا السلوكيات عندنا ثقافه الازدحام يعني ما عندناش مشاكل. طب عايز اعرف يعني علشان اصلاح منطقه السكك بنتكلم عنها كم نهائج من المشاكل، هل نصلح الهياكل يعني القطارات والجرارات ولا الاولويه هي يعني المحافظين واخدين قرار مجلس الوزراء ان يبدا يتعاون مع السكه الحديد في تنفيذ كباري وانفاق وفقا للاولويات. الحاجه الثانيه الدوله اعتقد ان هي مشتركه ومتعاونه مع الهيئه العربيه للتصنيع في تصنيع عربيات حديثه حاليا، افترض ان هي كانت تدخل في السنه اللي فاتت لكن الظروف وعدم وجود تمويل فتم تاجيلها، يعني واعتقد ان هو على نهايه نص 2014 هتخش حوالي 200 عربيه حديثه درجه اولى ودرجه ثانيه. فلازم يكون التطوير بالتوازي بالاضافه للمشروع القومي لسكه حديد مصر الجديد اللي لازم ولا بد ان لازم يشتغل فيه. نعم احنا في النهايه بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ خير راغب رئيس قسم النقل بالمصري اليوم، شكرا لحضرتك. شكرا.